أسبوع الأزياء عاد إلى العاصمة البريطانية. الغرابة كانت عنوان العروض، فكلما زادت التصاميم تميزاً زادت شعبيتها بين المتابعين. تشكيلات قوية ومنفذة بحرفية عالية في الأسبوع الذي بلغ عامه 25، ويبدو أن المشرفين والمصممين باتوا يدركون عبر السنين أن للموضة أشكالاً عدة، منها المعروف بجنونه ومنها الأكثر عقلانية والذي يعمل على تسويق ما يتم تصميمه. لا شك أن العديد من المهتمين يرون في لندن قطباً للإبداع في عالم الأزياء والأناقة. إلا أن التصاميم اتخذت منحاً جديداً كلياً في السنين الأخيرة، يعتمد على إنتاج ملابس تستطيع المرأة ارتداءها كل يوم. إلا أن العرض هذا العام لم يلقى صداً إيجابياً لدى جميع الحضور. إنه ممل للغاية، لم أجد فيه أي شيء جديد أو مبدع. المصممة الشابة زوي جوردن هي التي افتتحت الأسبوع من خلال تشكيلة غلبت عليها الألوان الهادئة مثل الرمادي والأبيض. وكان هناك حضور قوي من دور الأزياء العالمية كبربري، مالبري، جوليان ماكدونالد وموسكينو، التي كشفت عن تشكيلات عصرية موجهة لمرأة قوية وواثقة لا تخاف أن تظهر جانبها المرهف والقوي في آن واحد. كما كان للمصممين العرب حضور واضح في الأسبوع، ومن بينهم مصمم الحلي الألماني ذو الأصول العربية حسام العودة. My collection this season has got almost a bit of a celestial angle. تصاميمي هذا العام تتأثر بعلم الفلك وبثقافة الشرق الأوسط، كما أنها متأثرة بأشكال القرون الوسطى. There's this kind of quite beautiful astrolabes from like medieval times. الأسبوع الذي يستقطب الآلاف كل عام ومنهم المشاهير ونجوم الشاشة الصغيرة جمع بين أناقة الشتاء وجرأة القرن 21 وكلاسيكية ستينيات القرن الماضي. مصممون عالميون ومحليون تنافسوا لاجتذاب الأنظار مجدداً في أسبوع الموضة البريطاني، إلا أن ما يميز هذا العام عن سابقه هو الألوان الصارخة والجرأة الواضحة في تقديم تصاميم فريدة تحاكي شريحة متنوعة من محبي الأزياء. هادية العلوي، BBC، لندن.